مسيكم بالخير. إذا بتريدوا كمان هلأ بدنا نعمل إيران 2 مشان تسمعوا كل شيء، بس بدي أحكي لكم عن الانتخابات هلأ بالولايات المتحدة الأمريكية الساعة 7:10، يعني 7:10 الساعة 2:10 الصبح عندكم بلبنان وبالمنطقة العربية، ساعة زيادة ساعة ناقصة ما بعرف. فإذا بتريدوا رح أحكي لكم ثلاث شغلات. يعني أولا أنا رحت انتخبت، بيتنا راح انتخب أنا وزوجتي، أمنا بيواج بيتنا. الشيء الأساس إنه القانون الجديد بيسمح للجيل الجديد اللي عمره 18 سنة إنه ينتخب. الجيل الجديد اللي صرخ وقت اللي صارت إطلاق الرصاص بالمدارس وكذا، هول بدهم يميلوا الدفي، هلا بدهم يلعبوا دور كبير. هيدي وحدة. اثنين، لو بتشوفوا الناس مليعين، يعني بدي أخبركم وقف الناس بالصف من ساعات بمنهاتن وببروكلين، ساعات في ساعة، يعني في ناس سألتن أنا قولوا لي إلنا ساعة وقفين، والناس وقف حامل الشمسيات لأنه في شتاء تتفوت تنتخب. ثلاثة، بنت معاقة مثل ما تقولوا بطرابلس، بمدرسة المعاقين بطرابلس بشمالي لبنان أو ببيروت، وهي من صيدا، صار عمرها 18 سنة، قالت لن أنا هلا عمري 18 سنة لازم انتخب بالقانون. قالوا لا إيه، قعدوا شرحوا لي بصيدا مين مترشح وكيف وكيف، أو بعكار مين ومين ومين، وبعد ما فهموها وصور تتجاوب وتشيل، قلت لهم بدي انتخب، جابوا لها سيارة واخدوها على ضيعتها محل ما هي مسجلة ولدت حتى تنتخب. في كتير من الجالية السورية الكريمة، وبتمنى إذا حدا بيسمع من الجالية السورية حتى أعطي الأسماء، ما روحوا انتخبوا اللي بيحكوا عربي، مش إذا في جال قديم أولادهم ما بيحكوا عربي مثل المسيحيين اللبنانيين أو الهجرة بال 1860 بعد الحرب بين الدروز والموارنة وبعد الحرب العالمية الأولى بالجوع، وصلوا على أمريكا انصهروا بالمجتمع الأمريكي، وبتشوفوا أولادهم وأولاد أولادهم موجودين بكل حكومة، موجودين بكل مؤسسات الأمريكية. هيدي شغلة مهمة بوقت اللي بيحكوا عربي هيك مثلي ومثلكم، مثل ما أنا هلا عم بحكي مو معه، شي بيبكي وشي بيحزي. يعني الله يسامحكن على نفطكن، سفالة الناس وحسالة الناس بدول الهلال الخصيب غنيتوهم من ورا ميل نفطكن، وهني سفالي وعملتوهن خواجات على لبنان والنظام الإرهابي تبع بيت الأسد، والله كفى فيها المنظمة الطولة القتلة الإرهابية الجانجستر حزب الله، عملوا من زعران الأحياء والزوريب أسياد على لبنان. أسفي عليكم. اسمعوا إذا بتريدوا هلا إيران 2 حتى تشوفوا شو فيه. من هون بقول لها لمها عون عم بقرالي، ولكن يا ست مها وقت بتشوفي هلا بتسمعي، وقت اللي بتسمعي إيران 1 وإيران 2 وإيران 3 لحن جايين، إيران 1 حطيته على الفيسبوك، وقت اللي بتسمعي وبتاخدي النوت بتشوفي شو عملت إيران بالعراق مثلا، قتلت الفارم يربوا فيه أسماك، قتلته يمكن ضربت يعني مشروع الأسماك بالعراق حتى العراق يستورد أسماك من إيران، ما بيخلوا الكهرباء تقوم حتى نستورد كهرباء من سوريا، والزبالة بالشوارع والمي، وشايفي أنت كيف تدمير لبنان، نفس الشيء اللي صار بالعراق كيف عم تتدمر. واليمن إذا بتشوفي المجازين تبع نيويورك تايمز هالأسبوع، صورة أم مع طفلة باليمن تبكي، وعملوها مفرقة معهم،
لذلك عم تبكي ليش ما بيطلعوا نفط وبيطلعوا غاز؟ صرتي عارفة القصة. اسمعي إذا بتريدي يا ست مها أنت وغيرك، هذا التسجيل عن إيران 2. وتستورد لها به بضائع، فالعملية معقدة. طيب خليني هنا أسأل السيد ناصر الدريد. سيد دريد، أشار الأستاذ محمد صادق أمين لنقطة مهمة تتعلق بالاحتجاجات الداخلية. طيب هناك ضغط، أفهم منكما هناك ضغط من خلال هذه العقوبات على إيران، إلى أي مدى يمكن أن نقول بأن هذا الضغط سيفجر الاحتجاجات في إيران من جديد بشكل واسع؟ يعني هو سؤال ممتاز بالحق. أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة، وأؤكد على هذه النقطة كثيرا، الولايات المتحدة الأمريكية لا تهدف أبدا إلى إسقاط النظام الإيراني. هذا الكلام ليس من عندي، من عندي، هذه هو إعلان رسمي، لأنه إعلان بولتون في مؤتمر المعارضة الإيرانية بأننا سنلتقي السنة القادمة في طهران أثارت كثير من البلبلة. قطعتها إعلان آخر مباشر رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تنوي أن تغير النظام الإيراني، وهذه هي طريقة ترامب. ترامب لا يفكر بتغيير أنظمة، لأنه تغيير الأنظمة له كلف باهظة على أمريكا نفسها، وهذا ما حدث في العراق وفي مناطق أخرى. هي تفضل أن تنصاع هذه الأنظمة لإرادتها كما حصل مع كوريا الشمالية. وكأنه أيضا ضيفنا هنا أستاذ ناصر دريد يتفق معك في هذه النقطة، يعني قال قبل قليل بأنه استبدال النظام الإيراني أو زوال النظام الإيراني سيعني توقف مصانع الأسلحة الغربية عن العمل، يعني توقف كثير ناهيك عن عدم وجود بديل واضح، ناهيك عن احتمالات الحرب الأهلية وانتشارها في المنطقة، يعني قضايا كثيرة. فالولايات المتحدة تفضل كثيرا أنظمة تعمل وفق رغباتها أفضل من أنها تفقط وتحكي بأنظمة أخرى. هذه التجربة اللي اعتبرها ترامب. بس هذا الضغط أستاذ ناصر، هذا الضغط قد يؤدي إلى احتجاجات تطيح بالنظام. هي تفكر بأنه يجب أن تضغط إلى الدرجة التي يشعر فيها النظام بالخطر حيث يستجيب للإرادة الأمريكية. والإيرانيين كما قلت وكما أكد تغيير السلوك، يعني نعم تغيير السلوك الإيراني، تغيير السلوك. فهي تفكر بأنها الإيرانيين أذكى من أن يصلوا بالأمور إلى مرحلة، يعني هم يفكرون بأن الإيرانيين سيستجيبون للضغوط المناسبة إذا أحسوا بأنها فعلا ضغوط حقيقية ولا يمكن الإفلات منها بهذا الطرف أو ذاك أو بهذه الطريقة أو تلك. ولهذا قلت يعني أنه مرة الحصار محكم، يعني يذكرنا كثيرا بالحصار اللي حصل على العراق في تلك الفترة، أيضا كان حصار محكم وكامل. فبالتالي لكن الحصار الذي فرض على العراق وعلى نظام صدام وعلى الشعب العراقي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين. لا، الحقيقة سقوط النظام إذا تذكر حضرتك جاء نتيجة احتلال مباشر وليس نتيجة الحصار إلى تفكك المجتمع العراقي وانهيار الاقتصاد العراقي وانهيار كل الوضع، وبقي النظام متربعا على حكم العراق خلال هالفترة، وكان يمكن أن يبقى 10 سنوات أخرى لو لم يأتي الاحتلال لإسقاطه. طيب مهمة هذه النقطة، خلينا نأخذ رأي الأستاذ محمد فيها. الحصار كان عاملا أساسيا في إسقاط نظام صدام، أم أنه التدخل العسكري المباشر فقط هو الذي أسقط نظام صدام؟ لماذا قلت لك عنوان مرحلة على إيران أن تركع أو فإن الحرب قادمة؟ نفس السيناريو العراقي، حصار إن لم تركع إيران فيراهنون على الفوضى الداخلية، إن لم تركع فستنتهي بالحرب. يعني نظام صدام حسين أنهك وأرهق بالحصار، لكن الذي أجهض عليه هو الحرب المباشرة. الآن نفس الرهان يعاد نفس السيناريو، الآن يريدون إنهاك النظام الإيراني مع أن الهدف مختلف كما فهمت منكم الأستاذ ناصر، مختلف تماما، ولكن الآلية نريد إيران أن تركع، نريد إيران بمخالب لا تصل إلى إسرائيل. أمريكا هل تهدف لإسقاط النظام الإيراني؟ لا تهدف لذلك، لكن تهدف إلى أن هذا النظام يركع لها ويعمل في حدود ما مرسوم له. لذلك أمام الإيران إيرانيين خيارين لا ثالث لهم. يعني النظام الإيراني نظام مقاوم للإمبريالية والاستكبار العالمي، يعني هذا كلام التسويق الإعلامي، أما عالم السياسة هو عالم قذر، يعني الدنيا يركع، يعني هو مش راكع، يعني واقف. هو الآن هو هذا عنوان المرحلة، هل ستركع يا إيران أم سنستمر في العقوبات؟
إيران أمامها خيارين لا ثالث لهم. بس هذه شهادة لإيران يا أستاذ محمد. لا لا ليست شهادة، إنما هو نحن في عالم السياسة وعالم براغماتي، عالم قدر، عالم يعني فيه المبادئ لا محل للمبادئ فيها. يعني على سبيل المثال أضرب لك مثال، إجهاض الثروة السمكية في العراق، تعطيل الكهرباء في العراق، ليس هؤلاء هم الحكم الشيعي الذي يحكم العراق المفروض تكون دولة قوية لكي تتباهى بها أنه الشيعة؟ هذا الموضوع موضوع مصالح. سمعت يا ست مها عون حتى نجيب لهم سمك من إيران، نحن نقطع نمنع تطوير شبكة الكهرباء حتى نورد لهم. إذا أين المبادئ؟ تمام. طيب خلينا أختم مع سيد دريد بسؤال. سيد دريد، إيرانيون أو يعني المسؤولون الإيرانيون هددوا من قبل بإغلاق مضيق هرمز ردا على العقوبات، هل برأيك سيقومون باتخاذ هذا الإجراء ربما الانتحاري؟ يعني هذا احتمال وارد الحقيقة، إيران تهدد به ولم تفعله سابقا لأنه لم تكن شكين على الرقبة، وبالتالي كان دائما هذا التهديد يقف أمام تهديد أمريكي مباشر آخر بأنه إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى الحرب. هذه المرة إذا أحس الإيرانيين بأنه هناك بديل وحيد فقط أمامهم، إما تغيير سلوكهم بالشكل الذي يسقط شكل النظام الحالي ويؤدي إلى ولادة نظام آخر، أو إغلاق مضيق هرمز، ربما وأقول ربما هذه المرة أقوى من أي ربما أخرى في السابق، قد يلجأ الإيرانيين. في أوراق أخرى عم يلعبوها مثل مثلا تعطيل تشكيل الحكومة المكتملة في العراق، تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان أو غير ذلك؟ لا أعتقد أن هذا سيؤثر كثيرا على قرار المتحدة. هي تعول على تمرد صيني، تمرد هندي، تمرد برازيلي، تمرد كل الدول التي تعتمد على النفط الإيراني على القرار الأمريكي، وبالتالي يكسرون الحصار. البرازيل مش عارفين الآن شو موقعها لأنه صار في تغيير كبير فيها بالنسبة للرئيس. بالنسبة للبرازيل لا ندري أين موضوعها سيكون في هذه المرحلة. البرازيل في الإدارة الجديدة هي مصاعب الكامل لإرادة ترامب. الرئيس الحاكم للبرازيل هو الصديق الأساسي لترامب ولإسرائيل، وبالتالي هو لن يسير إلا وفق ما تريده الولايات المتحدة. نعم، يقال أنه نسخ طبق الأصل عن ترامب وسينقل السفارة البرازيلية أو البرازيلية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، هيك المعلن. طيب شكرا جزيلا لك دكتور ناصر دريد المختص بشأن الإيراني، أهلا ومرحبا بك دائما في السنة التاسعة. أستاذ محمد، عن كيفية الرد الإيراني سنفصل فيها أكثر، لكن حول تأثر النظام في إيران بهذه العقوبات، كأنه في علاقة مباشرة إذن بين الموضوع المرتبط بالعقوبات النفطية وتأثيرها على القطاع المصرفي. خلينا نشوف هذا العرض الذي يتحدث عن العقوبات الأمريكية ونعلق عليه. تفضل مشاهدينا. تسعى أمريكا لإعادة فرض كافة العقوبات التي رفعت مع توقيع الاتفاق النووي. الاستكبار العالمي طبعاً وهذه ضد العقوبات الأمريكية، وهذه ورقة يجيد النظام الإيراني لعبها دائما. لأنه يعني النظم الأيديولوجية التي تنبني على رؤى أيديولوجية وخلفية أيديولوجية تعرف كيف تسوق الجماهير. أنت تخيل النظام السوفيتي الذي كان لا يعترف بوجود الله ولا بوجود الخالق، حينما كانت تأتي الحرب كان الله يكون حاضرا في المعركة. فهنا هذا الموضوع، لكن الآن الداخل الإيراني هناك حالة غليان. الغليان سببه أمران اثنان. الأول أنه الاقتصاد الإيراني في مرحلة العقوبات الأولى أنهك، وما أنهكه هو العقوبات أولا، ثانيا هو تغلغل الأذرع الإيراني في المنطقة. يعني إيران لما تتغلغل في العراق وفي اليمن وفي لبنان هذا له تكلفة. ما هي التكلفة؟ تكلفة مادية. لما الأمر الثالث أنهك المواطن الإيراني البسيط الفساد. يعني في إيران الفساد مستشري من الباب إلى المحراب، كله فساد فظيع.
ولهذا يعيش الشعب الإيراني تحت وطأة حالة من الفقر والجوع والعوز لا يمكن أن تصفها إلا تقارير مخابراتية. ولهذا رأينا موجة الاحتجاجات قبل أشهر العارمة جدا التي فاجأت النظام الإيراني نفسه، لأنه شرارتها اندلعت بشكل عجيب ولم ينفع معها القمع في لما زوروا الانتخابات لصالح خاتمي. وفي أمور ستؤثر على كل المواطنين الإيرانيين كانوا موالين أو معارضين، ولهذا يعني حتى مثلا إذا العملة الإيرانية استمرت بالتراجع الآن وانهارت انهيارا تاما، أو انهار القطاع المصرفي مثلا بشكل كامل، ماذا سيفعل المواطن الإيراني كان معارضا أو مواليا؟ وهذا ما يدركه النظام تماما. ولهذا خيارات التي لدى المخابرات الإيرانية الأمريكية الآن واضحة عندهم على إيران، إما بس هذه الفرضية قائمة، يعني انهيار القطاع المصرفي الإيراني سيناريو محتمل. نحن لا نتحدث عن سيناريو احتمال للانهيار، هو انهار. يعني أنت تخيل التومان الآن يعني انهار، فقد أكثر من 40% من قيمته منذ بدأ ماشي الحال، بس بعدك ما دخلت مرحلة الإفلاس. نعم، ما دخلنا إلى مرحلة الانهيار، في شركات أفلست، في بنوك أفلست، الانهيار التام قادم على الطريق إذا استمرت الوضعية بهذه الصيغة، أنه لا تدخل العملة الصعبة إلى إيران أولا. الأمر الثاني هذا الحصار على القطاع المصرفي وتحول البلد من تصدير النفط مقابل البضائع، يعني تصدر نفط وتأخذ رز، هذا كل ما في الأمر. المشكلة أنها عم تمول ميليشياتها في المنطقة في أكثر من دولة بالعملة الصعبة، هذه هي المعضلة. ميزانيات بملايين الدولارات، ميزانيات هائلة، يعني شو بدها تبعت لهم رز وسكر؟ هذا هو القضية وموضوع اللعب الأساسي. ولهذا أمام إيران الآن خيارين اثنين لا ثالث لهما بالمطلق. الأول أن تركع، وهذا ما تطمح له المخابرات الأمريكية. تركع بمعنى أنه سيتم تنفيذ اتفاق يحافظ على النظام الإيراني عزيزا قويا في المنطقة، يهدد الرياض، يهدد بغداد، لكنه لا يستطيع أن يصل حجر إلى الحدود إسرائيل. الأمر الخيار الثاني هو أن تشعل المنطقة، يعني إيران ربما يعني تتجه إلى هذا علي وعلى أعدائي، وكيف ستشعل المنطقة؟ الأمر الأول هو إشعال المنطقة عن طريق أذرعها في المنطقة بتأجيج العراق. طيب، لبنان، هذا سيناريو كبير وسيغير وجه المنطقة ربما، بس خلينا نشرك معنا قبل أن نتابع فيه الخبير بالشأن الإيراني نبيل عتوم. أستاذ نبيل أهلا ومرحبا بكم معنا. يا مرحبا، تحية لك ولضيفك العزيز. حياك الله. خلينا أبدأ معك أستاذ نبيل من سؤالنا الأول، كيف ترون تأثير العقوبات الأمريكية على إيران في هذه المرحلة؟ كيف ستكون وسيكون هذا التأثير على النظام الإيراني؟ شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك أن هذه العقوبات هي عقوبات غير مسبوقة، هي عقوبات قاسية وعقوبات ذكية، خاصة نحن نتحدث عن الوجب الثاني من هذه العقوبات. نعم، سوف تطال قطاعات مهمة مثل قطاع النفط و الغاز الذي يشكل العصب الأساسي بالنسبة للاقتصاد الإيراني، قطاع الموانئ، قطاع البنك المركزي الإيراني، وبالتالي قطاع النقل، الموانئ إلى آخره. وبالتالي هذه القطاعات هي قطاعات مهمة تشكل الشريان المهم الحيوي بالنسبة لإيران وبالنسبة لاقتصادها. أنا بعتقد يعني أن الآن ربما كما تعلم الآن إيران في ظل ما تعيشه من ظروف داخلية وأقليمية غير مسبوقة ودولية غير مسبوقة، خياراتها باتت ضيقة، خاصة نحن نتحدث عن بيئة اقتصادية ضاغطة نتيجة لما تعاني إيران من تراكم دعني أسميه العقوبات، سواء كانت من عبر تاريخها الطويل أم لغاية هذه اللحظة فرض هذه العقوبات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه العقوبات ليست وليدة اللحظة وما تعاني إيران. طيب أستاذ نبيل، خليني لو تقدرت أسألك نعم. أسألك عن مسألة مهمة ربما تهم السوريين واللبنانيين خاصة والعراقيين وكل من تأذى من ميليشيات إيران في المنطقة. هناك كلام اليوم عن أنه حزب الله في لبنان مثلا بدأ يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. هذه العقوبات الأمريكية على إيران هل ستوقف تمويل إيران لميليشياتها في المنطقة بالعملة الصعبة؟
أنا أعتقد أنه سوف تحد بشكل كبير جدا لنقل بنسبة 80 إلى 90% من دعم هذه الميليشيات. إيران استبقت ذلك وأبلغت ميليشياتها ووكلائها ومخالفها في المنطقة بضرورة اعتماد استراتيجيات جديدة للحصول على موارد إضافية بهدف الاستمرار في نشاطها. وبالتالي أنا بعتقد خاصة إحنا عم نحكي عن الظروف الداخلية في إيران، نتحدث عن انهيار العملة الوطنية التومن من أكثر 70% من قيمتها خلال 3 أشهر الماضية. إحنا اليوم نتحدث عن الدولار التومن مقابل الدولار، يعني لا شيء. يعني طب لوين ممكن يوصل التومن الآن بعد العقوبات؟ يعني غدا عقوبات جديدة، شو راح يصير بالتومن؟ التومن الآن أنا يعني بشرك شبه انهار في إيران. السلع والمواد الأساسية الغذائية الدوائية ارتفعت بنسب جنونية بين 70 إلى 80%. يعني احنا عم نتحدث عن 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، نتحدث عن 15 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي بمعنى مجاعة، نتحدث عن أكثر من 35 مليون إيراني يعانون من عدم وجود مياه صالحة للشرب في المناطق الجنوبية الشرقية والغربية من إيران، نتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم بأكثر من 34% خلال الشهرين الماضيات. وبالتالي يعني أنا أتوقع أنه إيران مقدمة بشكل كبير نحو البروسترويكا على غرار الاتحاد السوفيتي، وهذا ما تحدث عنه كثير من المسؤولين الإيرانيين. اشرح لها لنا أكثر هذه، كيف يعني؟ إيران تتجه لظروف اقتصادية غير مسبوقة قد تؤدي إلى تفكك إيران، و الآن المجاملات السياسية حتى من داخل إيران بدأت تتحدث عن سيناريو سوداوي. محمد خاتمي وجه رسالة إلى مرشد الثورة طلبوا فيه بالتدخل واتخاذ استراتيجيات عاجلة قبل فوات الأوان. مهدي كروبي من تحت الإقامة الجبرية وجه رسالة طلب بعزل المرشد وتحميل كافة المسؤوليات عما آرت إليه إيران من ظروف اقتصادية. هنالك رسائل تم توجيهها من جانب نخب من التيار الإصلاحي والمحافظ ومن ضمنهم علي أكبر ناطق نوري وزير الداخلية الإيراني الأسبق ورئيس مجلس الشورى وأحد يعني أقطاب التيار المحافظ في إيران، طالب مرشد الثورة بضرورة فتح حوار مباشر وعاجل مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل فوات الأوان. وبالتالي أنا بعتقد أن المعطيات وبما تفرز من مؤشرات عديدة بدأت تشي أن إيران قد وصلت فعليا إلى مرحلة اللاعودة. مرشد الثورة تنبأ بأيام قاسية مقبلة على الشعب الإيراني وطالب الإيرانيين بما يسمى بالاعتماد على الاقتصاد المقاوم لمواجهة ما يسمى بالعقوبات الأمريكية. الآن هذا الخطاب خطاب الداخل الإيراني أو ما يعرف بسياسة بسيج بردم، السياسة التعبئة الشعبية بهدف دبلوماسية تضخيم المخاطر، بهدف تهيئة الشعب الإيراني لمواجهة ما سوف يعانيه من ظروف اقتصادية غير مسبوقة وظروف اجتماعية. لكن أستاذ نبيل، حضرتك تابعت أمس حجم التظاهرات المعارضة للعقوبات الأمريكية في إيران أمس. نعم، هذه تظاهرات مدعومة من النظام الإيراني كما تعلم. نحن نتحدث عن القوى البسيج والحرس الثوري الفازدران، هم من يقوموا بتنظيم مثل هذه التظاهرات. هي تظاهرات مدفوعة الأجر. أنا عشت في إيران وأدرك تماما يعني هذه التظاهرات وأبعادها وكيفية تعبئتها والظروف والمتغيرات المؤثرة فيها وكيفية تشكيلها. لكن أنا بعتقد أن هؤلاء ليسوا عقائديين أستاذ نبيل؟ أنا بعتقد هؤلاء مدفوعي الأجر من المستضعفين ومن المؤسسات والهيئات الخيرية الاجتماعية ومن اللجان الشعبية التي عادة ما تخرج في كثير من المناسبات، ولكن هذا لن يجدي نفعا، خاصة أنه هنالك يعني دعني أسميه التجار بالشعارات. إيران تتاجر بهذه الشعارات، وكما تعلم أنه يعني على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين يتندرون على خطاب المرشد وما يتحدث فيه المسؤولين الإيرانيين عندما يتحدث أمس علي اللاريجاني يطالب الشعب الإيراني بالصبر في وقت تعتبر عائلة اللاريجاني لديها ثروة مالية تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، عندما يطلع علينا علي أكبر جعفري علي جعفري ابن قائد الحرس الثوري الإيراني ويتحدث عن ضرورة أيضا ما يسمى بالمقاومة البطولية ويطالب الشعب الإيراني بالجهاد ضد الولايات المتحدة الأمريكية وأن عليهم الصبر وأنه سوف يلقوا الولايات المتحدة الأمريكية الدرس. هذه مسألة مهمة. ابقى معي أستاذ نبيل، سأعود إليك بسؤال أخير لو تكرمت. أستاذ محمد صادق أمين، بده يجيكم بعدين إيران 3، أرجوك أن تسمعني. الأمير محمد
بن سلمان ولي العهد بالسعودية، اسمعني كثير منيح، كلهم حتى رفيق الحريري وصل إلى السد اللي معي بيشوف فيه، وأقول أنا ما بقى بدي السياسة، وابني بهاء قعد بجنيف بيهتم بالفاينانس ما بده السياسة، وابني سعد بيقول لي لألي أنا هذا رفيق الحريري بالحرف الواحد شو هالوجعة الروس هيدي السياسة شو بدنا فيه، وهو مسلم الأشغال تبع العائلة بيت الحريري بالسعودية. الأمير محمد بن سلمان أرجوك أنك تسمعني، المشروع اللي معروض عليك من الإسرائيليين مد خط ترين القطار من ميناء حيفا إلى الرياض مشي فيه، ولا تغلط الأغلاط اللي غلطوها كلهم، ولا تغلط الأغلاط اللي غلطوها كلن 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 بدون أي استثناء، ما شايفين شي. روح مثل ما قال أنور السادات ودفع حق دمه، قال أنا لن أسمح أن أترك شعب مصر بالتخلف والورى، نحن بدنا نروح على التقدم. حطلوا المتخلفين إيه، أو بدي أحكي لك عن المتخلفين، تبكي من هون مشي، ما تبكي امشي بهالمشروع الخاط بمر من دولة إسرائيل من ميناء حيفا إلى الأردن إلى الرياض بالسعودية. أرجوك إنك تستقيز واسمعني واسمعني، وبعرف إنك بتسمعني، أنا عندلك على اللعبة. حسن نصر الله قلت له قبل وبرجع بكرر، سلم كل الصواريخ المعي والسلاح الطقيل، وخليك ميليشيا عادية تحكم لبنان 500 600 700 سنة، وإذا رحت على إذا راحت إيران ناطر التليفون أنت، وقالوا لك يا قاتل يا مقتول شيل بدك تشوفه مو طبيعي، لو كنت أعلم بدك تبكي وتقول يا ريت سمعت من لوزن. اسمعني كتير منيح، أنت منك شايف شي، راسك كبير هاللون، راسك كبير كله هالبيبسلك إيديك وإجراك، بس كلن عم بيحاولوا يدوبله. سمعني ولا لا؟ كلن بطريقة بكلام ناعم بكلام مبطن بسفرات بدنا نروح بدنا نجي، كلن بسألك بتشوفون بدني غازلوا بوتين، شو معناته؟ لما انت معي 100% شو بدك تروح على بوتين؟ بتجي عندي انا النبع تبعك، وليش بدك تروح الهونيك وعند الفرنسوية وتجي من عند الفرنسوية؟ ما انا النبع تبعك. ها هيدي بدك تنتبه لها كتير، هيدي هالاندكس اللي بتشوفي المؤشر الاندكس بالبورصة بالوول ستريت بتكشف الامور كلها. اهلا فيكم، هلا هذا ايران 2 وجاييك المرت الجاية والاخير ايران 3.